مرحبا أعزائي متابعي قناة مليون بعيون عربية. الفيديو مالت اليوم هو عن تطبيق ماسنجر، تحديدا إذا كان التطبيق معلق على الهاتف مالتك. حبيت أعملكم هذا الفيديو، لكن قبلها طلب من كل شخص يدخل على هذا الفيديو وما مشترك، رجاء مشترك بالقناة، فعل الجرس، لايك الفيديو. والآن راح أدخل أشرح لكم عن سبب التعليق. في البداية، السبب الرئيسي لتعليق الماسنجر على الهاتف أكثر شيء من المساحة والتحديث. فإذا رحنا على الإعدادات، دخلنا ونزلنا على عام، وبعدها نزلنا على تحديث البرنامج ايفون اندرويد، لازم يكون اخر تحديث. هنا مثل ما تشاهدون لا يحتاج الى تحديث. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، نرجع الى الوراء وننزل على مساحة التخزين. مساحة التخزين هذه المساحة الكلية 128، المستخدم 97. الفرق بيناتهم لازم يكون بين ال 20 وال 30 جيجا. يعني انت تريد التطبيقات تنزل مضبوطة، مو هنا 126 وانت تريد تحدث، ما يصير تحديث. وحتى لو حدث راح ينزل تطبيق خطأ، وهو واحد من أسباب التعليق. فإذا كان عندك مساحة اللي تعملها تحذف. الآن نحذف هذه المساحة الزايدة المحذوفة مؤخرا، وبعدها ننزل على المسنجر. راح تنزل على المسنجر تلقي هنا سواء آيفون أندرويد اللي تعمله، تدخل عليه وتعمل حذف التطبيق. الآن بعد حذف التطبيق اللي تعمله، طبعا الأفضل إنه تطفي الهاتف وترجع تشغله، بعدها تروح على الأبل ستور أو جوجل بلاي، وبعدها راح تكتب هنا ماسنجر وترجع تنزله. الآن راح ينزل التطبيق محدث آخر تحديث، والمساحة أنت تأكدت منها مساحة يعني كثيرة، بعدها راح تدخل عليه إن شاء الله. الآن دخل وفتح ما بي أي مشاكل، وإن شاء الله يفتح عندكم. أكثر المشاكل راح تكون بسبب المساحة أو بسبب التحديث القديم. وهناك مشكلة ثالثة، بعض الأحيان الهواتف القديمة بعد ما يشتغل عليها أو يعلق عليها. فلو كان مثلا الآيفون 4S فأكيد، أو الآيفون 5 بعض الأحيان يبدي يعلق، لأنه الشركة التحديثات ما تخلي إنه يشتغل على الهواتف القديمة، تعرفون أنظمة تغيرت. تحياتي لكم، أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها برسالة، أنا حاضر. وشكرا للجميع، مع ألف سلامة.